يا اهلا بالفيلموية. فيلمنا النهارده بيحكي قصه ساموراي بقى محكوم عليه بحياه الخلود، وبنت شابه طلبت منه المساعده عشان تنتقم لموت باباها. هل هينجحوا انهم يعملوا المهمه دي؟ ده اللي هنشوفه من خلال فيلمنا، وهو فيلم الاكشن والدراما بليد اوف ذا امورتلز. لكن قبل ما نبدا، لو انت جديد معانا ما تنساش تشترك في القناه وتفعل التنبيهات علشان توصلك فيديوهاتنا اللي جايه. بيبدا الفيلم بالساموراي اللي اسمه مانجي وعايش مع اخته اللي اسمها ماتشي. مانجي بيهرب من الشرطه لانه قتل رؤساء الفاسدين، ومنهم جوز اخته ماتشي. من ساعه الحادثه دي ماتشي اتجننت، ومانجي كان حاسس بالذنب علشان كده بقى مسؤول عن رعايتها. مانجي من ساعتها بقى على طول هربان، وبقى هدف للناس اللي عايزين راسه مقابل الفلوس. في يوم من الايام ماتشي ما كانش في البيت، ومانجي خرج يدور عليها في الغابه، وهناك قابل ست عجوزه غامضه عندها 800 سنه. لكن مانجي مشي وسابها. اثناء ما كان ماشي في الغابه، مانجي اخيرا لقى اخته اللي كانت رهينه عند مجموعه من المحاربين. المجموعه دي كانوا عايزين يقتلوا مانجي مقابل الفلوس، ولسوء حظه بعد ما مانجي رمى السلاح بتاعه اتقتلت ماتشي من واحد من المحاربين. بعد كده المحاربين فورا هاجموا مانجي. مانجي كان عليه انه يواجه كل المحاربين لوحده، وكان عددهم كبير. مانجي اتصاب جامد في المواجهه، ودراعه اتقطع وعينه اتصابت، ورغم كده بقى اشجع عشان يواجه المحاربين دول وينتقم لموت اخته. وفعلا بدا يموت مجموعه المحاربين واحد ورا التاني، وما بقاش فاضل غير القائد بتاعهم. ومن هنا بدات مواجهه بينهم هما الاثنين. مانجي كسب المواجهه وقتل قائد المحاربين بسيفه. بعد انتهاء المواجهه مانجي راح عند جثه اخته واعتذر لها انه ما عرفش يحميها، وبعدين وقع على الارض. بعد وقت مش طويل الست العجوزه اللي كان قابلها قبل كده سهرت تاني. مانجي طلب من الست العجوزه انها تقتله، ومن هنا الست العجوزه طلعت سكينه صغيره وقطعت بطنه عشان ينزف. بعد كده فتحت كيس صغير وطلعت منه دود وحطيته على دم مانجي، والدود ده شفى كل الجروح اللي في جسمه. فجاه ايد مانجي المقطوعه كمان اتوصلت في جسمه مره تانيه. بعد مرور 50 سنه بنشوف مكان للتمرين على الالعاب القتاليه. كان مالك المكان بياكل مع مراته وبنته رين اسانو، لكن فجأة هاجمهم كاجي هيسا أنوتسو ومجموعة من القوات. هدف الراجل ده كان إنه يدعو والد رين إنه ينضم لمجموعة القوات اللي هو القائد بتاعها. المجموعة دي عبارة عن قتلة من الساموراي عايزين يجمعوا بعض في كل أنحاء البلد. كاجي هيسا قال إن كل الناس اللي بتلعب الألعاب القتالية في المكان ده اتقتلوا، وإنه لو رفض العرض ده فهو بيهدده إنه هيقتله هو كمان. طبعا والد رين رفض العرض، وفورا بدأ في مواجهة بالسيف مع كاجي هيسا. طبعا كانت مواجهة غير متكافئة، واتقتل بشكل مروع قدام مراته وبنته من أول هجوم. بعد الحادثة دي رين بدأت تبكي عند جثة والدها، ومامتها اختفت، ومن ساعة الموضوع ده وهي عايشة لوحدها. بعد مرور سنين رين الطفلة بقت مراهقة، وكانت في يوم من الأيام بتزور قبر والدها. أثناء ما كانت بتصلي فجأة قربت منها الست العجوزة الغامضة وسألتها هتعمل إيه بعد كده. ومن هنا البنت قالت لها إنها عايزة تلاقي مامتها، وبعدين تنتقم من القوات اللي قتلت باباها، وكمان تقتل القائد بتاعهم. الست العجوزة ضحكت وقالت إنها مش هتقدر تتغلب عليهم. الست العجوزة حست بتعاطف مع رين وطلبت منها إنها تستعين بحارس، وقالت لها إن في ساموراي خالد اسمه مانجي ممكن تطلب منه إن يكون الحارس بتاعها. وفعلا بناء على نصيحة الست العجوزة رين راحت تدور على مانجي، وبدأت تمشي في الغابة لحد ما أخيرا لقت كوخ قديم مانجي عايش فيه. طبعا مانجي جات له زيارة غير متوقعة، وكان شكله متفاجئ لأن وش رين كان مألوف جدا بالنسبة له لأنها كانت شبه أخته. رين بدأت تترجى إنه يساعدها على إنها تنتقم لموت باباها وتقتل قائد القوات. في الأول مانجي رفض طلبها لأنه كان عارف الفرق بين الانتقام وبين الغضب، وإن مش كل المعارضين يستحقوا إن حياتهم تكون تحصيل حاصل. لكن لما رين راحت بيتها وسابت الكوخ بتاع مانجي، عرف إنها ممكن يتم مهاجمتها من الناس دي في الطريق، ومن هنا قرر إنه ياخدها للغابة. وهم في طريقهم للبيت فجأة اعترضهم فرد من القوات اسمه ساباتو كوروي. الراجل ده كان على كل كتف من كتاف وراس انسان متغطيه بقماش ابيض، ولما اتشال غطا من الاثنين رين اتصدمت لما لقت انها راس مامتها. ومن هنا فورا بدات تهاجم ساباتو باستخدام سكينه صغيره وحدفتها ناحيته، لكن طبعا هو كان اقوى منها بكتير. بعد كده مانجي ظهر علشان يحميها، وبدا في مواجهه مع ساباتو اللي كان قوي جدا. ومن هنا مانجي وقع على الارض وساباتو اتفرغ لرين، ولما كان على وشك انه يضرب رين بالسيف مانجي نجح في انه يقوم مره ثانيه وطعنه في ظهره ومات. موت ساباتو وصل لكاجيهيسا، لكن اول ما جاله الخبر كان بيستقبل ضيف اسمه هاباكي، وده راجل ليه علاقات مع حكومه شوجونيه. الراجل ده راح للقوات علشان يعبر عن رغبته في انه يفتح مدرسه لتعليم المواجهه بالسيف في اليابان، وطلب من كاجيهيسا انه يكون المعلم بتاعه. وفعلا كاجيهيسا وافق على المقترح ده بشرط ان اسم المدرسه يكون على اسم مجموعه القوات، وانه يكون مدير المدرسه.
على الجانب التاني، رين كانت بتجهز السيف بتاع مانجي في محل صغير، وشافت السيف بتاع باباها معروض في المحل. طبعا كانت عايزة تاخد السيف ده، لكن صاحب المحل فورا اخده منها وادال صاحب السيف اللي دلوقتي بقى مملوك لفرد من افراد القوات. رين رجعت على البيت وقالت الكلام ده لمانجي، ومن هنا مانجي بدأ يدور على الشخص اللي أخذ السيف بتاع والد رين، وفعلا في وسط الغابة تقابله وحصلت مواجهة ما بينهم. المواجهة كانت متوازنة لحد ما مانجي وقع على الأرض وبدأ يتحرك بصعوبة. طبعا المنافس بتاعه شاف ان دي فرصة عشان يطعنه بالسيف في صدره، لكن مانجي اللي كان عنده خبرة في النوع ده من المواجهات هو كمان ضربه في صدره. مانجي بدأ يحاول يشيل السيف من صدره، وبعد شوية جه الدود الغريب وغطى الندبة اللي كانت في جسمه. طبعا لما المنافس بتاعه شاف الكلام ده كان حاسس بصدمة، وبعد المواجهة مانجي رجع بيته مرة تانية. في نفس الوقت المنافس بتاعه برضه تم انقاذه ورجع لمكان القوات، وقال لكاجيهيسا ان رين اللي باباها كانت قتل اتفقت مع حارس مش بيموت حتى بعد ما بيتضرب بالسيف. ومن هنا كاجيهيسا بعت ايكو شيزوما علشان يقابل مانجي، ولما تقابله ايكو دعانه ينضم ليه علشان يقتله كاجيهيسا، لكن مانجي رفض العرض ده. ايكو كان على وشك انه يمشي من المكان، لكن فجأة هاجم مانجي والمواجهة كان لازم تحصل. مانجي نجح انه يطعن ايكو، لكن الغريب ان ايكو قام وما ماتش. اتضح ان ايكو عنده دود خالد في جسمه هو كمان، وعايش من 200 سنة. في طريقه للبيت مانجي اللي كان مصاب بسيف ايكو بدأ ينهار. لما رين شافت كده بدأت تدور على حد يساعده في الشفاء من جروحه، وجريت في الغابة لوحدها، لكن في طريقها ايكو خطفها. مانجي بعد كده ظهر علشان ينقذ رين، وبدأت مواجهة عنيفة بين الاتنين لحد ما الاتنين ضربوا بعض بالسيوف. مانجي بدأ يعرج بسبب إصابته، وإيكو شال السيف المطعون في جسم مانجي وحط سم سايل على السيف، وقال إن السايل ده سام للدود، وبالتالي لعنة الدود هتروح والاتنين هيموتوا لو اتصابوا بالسيف ده. وكملت المواجهة والاتنين هاجموا بعض، لكن إيكو اتقتل بسيفه اللي حط عليه السم السايل. في مقر القوات كاجيهيسا استقبل هاباكي اللي كان بيوصل رسالة من حكومة شوجونيه اللي بتقول إن المجلس وافق على فتح المدرسة وعين مدير ليها. هاباكي بعد كده بعت دعوة لكاجيهيسا طلب منه فيها يقابل رئيس الشوجونيه في جبل تاكاو. كاجيهيسا وافق على الدعوة وحضر نفسه علشان يروح الجبل، لكن قبل ما يروح جاله خبر موت إيكو، ومن هنا طلب من رجالته التانيين إنهم يقتلوا مانجي، ومنهم ست مقربة منه اسمها ماكي أوتونو. بعد كده بيتنقل المشهد لرين ومانجي اللي كانوا في فوكاجاوا، وهناك مانجي شاف ست غريبة واقفة. مانجي بقى حذر ولاحظ حركتها، وفعلا زي ما توقع الست تحدته انه يواجهها. اتضح ان الست دي هي ماكي اللي كانت موهوبة في المواجهة بالسيوف. ماكي هاجمت مانجي لحد ما معصمه ما اتكسر. لما مانجي تعب من اصاباته ماكي كانت بتستعد عشان تقتله، لكن لما لقيت انه ما بقاش بيقاومها ادركت انها شخص سيء. فجأة ظهرت رين ومسكت سيف وكانت مستعدة لمواجهة ماكي، لكن ماكي طلبت من مانجي انه ياخد باله منها وسابتهم هما الاتنين. تاني يوم رين ومانجي كانوا ماشيين في وسط المدينة، وشافوا خناقة بين واحد من القوات وواحد اجنبي اسمه شيرا. شيرا ده قتل ناس كتير من القوات باستخدام اسم مانجي، واخيرا الاتنين قابلوا بعض. شيرا قال لمانجي ان كاجيهيسا هيروح جبل تاكاو لوحده تاني يوم، ومن هنا اتفقوا انهم يهاجموه سوا في الجبل. لكن لما راحوا هناك اعترضهم ثلاث غرباء كانوا على وشك انهم يموتوهم، لكن اول ما رين شافت شيرا على وشك انه يعذب واحدة ست كانت هاجمتهم دفعت عنها. شيرا بدأ يهاجم رين وكان هيقتلها، لكن مانجي دفع عن رين من هدوم شيرا وبقطع ايده. شيرا فورا هرب منهم هما الاتنين. بعد الظهر مانجي رجع البيت بعد ما اشترى حاجة وما لقاش رين، ولقاها سايبة رسالة بتقول فيها انها هتنتقم لموت باباها لوحدها، ولما عرف كده طلع يجري عشان يدور عليها. في نفس الوقت كان كاجيهيسا في الجبل مع رئيس شوجونيه كينسوي، وكان بيكلمه باحترام شديد. لكن خلال المقابلة كينسوي قال لكاجيهيسا انه مش هينضم للقوات وما قالوش اي سبب. كاجيهيسا مشي من المكان محبط لما عرف كده، وهو نازل من الجبل اتفاجئ انه فجأة بقى متحوط بهباكي وقواته. هباكي اللي كان عرض على كاجيهيسا موضوع المدرسة دلوقتي اتقلب عليه، والموضوع ده كان مجرد فخ من هباكي لانه حس ان كاجيهيسا ده مجرد عدو للشعب. كاجيهيسا بدأ يواجه عدد كبير لوحده وبعدين جري منهم، وفجأة صادف رين، لكن قوات هباكي حصرتهم هما الاتنين. وهنا رين سألتهم ليه بيحاربوا بعض مع ان كلهم ساموراي. هباكي ما اهتمش باللي بتقوله وامر واحد من رجالته انه يقتلها، وهنا ظهر مانجي في الوقت المناسب عشان ينقذها. مانجي سأل رين ليه بتدافع عن كاجيهيسا مع ان القوات دول كانوا هيقتلوه. مانجي كمان كان متضايق من رين انها مشت لوحدها وعرضت نفسها للخطر. بعد كده بدأت المواجهة بين مانجي ورين وكاجيهيسا وبين قوات هباكي. طبعا كانت مواجهة غير متكافئة بسبب عدد القوات الكبير، لكن فجأة ظهرت ماكي علشان تساعد كاجيهيسا وضحت بنفسها لما قوات هباكي ضربت نار على كاجيهيسا. خلال المواجهة العنيفة دي شيرا خطف رين،
مانجي فورا راح ينقذ رين وقتل شيرا. بعد كده في المواجهة بين كاجيهيسا وقوات هاباكي كل القوات اتقتلت وما تبقاش غير هاباكي عايش. في الآخر كان لازم تكون في مواجهة بين كاجيهيسا وبين هاباكي، لكن كاجيهيسا كان أكثر كفاءة في المواجهة بالسيف، وانتهت المواجهة بموت هاباكي. ما بقاش فاضل غير مانجي ورين وكاجيهيسا، ومن هنا كان لازم مانجي يواجه كاجيهيسا علشان الوعد اللي وعده الرين. وفعلا بدأت المواجهة اللي انتهت بإن مانجي أصاب كاجيهيسا لحد ما وقع على الأرض، لكن لما كان على وشك إنه يقتله مانجي طلب من رين إنها هي اللي تقتله. رين قربت علشان تضربه بالسيف لكن اترددت شوية، وهنا كاجيهيسا لف عشان يهاجمها لكن مانجي حماها وأخد هو الضربة عشان تنجو رين من الهجوم. لما رين لقيت إن مانجي اتصاب جامد ضربت كاجيهيسا بالسيف فورا في بطنه ومات. وبيخلص الفيلم على كده. في النهاية لو عجبك فيلم النهاردة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل التنبيهات عشان لسه عندنا ملخصات نارية. أشوفكم الحلقة الجاية. سلام.